بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله حبيباتي راكم كاملة بخير وهاد الفيديو تلقاكم كامل مهنيين. مين راح عنديكم معايا لهاد المعرض اللي داروا في لافوار في الجزائر، معرض الكتاب. يعني كان معرض ما عندي ما نحكي لكم، كان عليه إقبال كبير بزاف من الناس من جميع النواحي، يعني تاع الجزائر جاو ليه من كل بلاصة. راكو تشوفوا لهنايا بعينيكم الغاشي كيفاش راهو، اللي راهو يستنى برا واللي راهو لداخل، يعني ما عندي ما نحكي لكم. سيت يعني ندير لكم مقتطفات هدية غير بالسيف. الغاشي بزاف ما قدرتش نصور، حاولت يعني باش ما نشدش الناس، حاولت يعني باش ندير المستحيل باش نديكم معايا تشوفوا هذا المعرض. راكو تشوفوا لهنا داروا دي زون يعني منطقة، وكل منطقة داروا فيها الكتب تاعهم. كاين كتب دينية، كاين تاع القرآن، كاين تاع السيرة النبوية، كاين تاع الطب النبوي الشريف، كاين كتب للأطفال، كاين يعني المراجعة للناس اللي عندهم دراري اللي راحين يجوزوا سيزيام بغوفير باك. يعني تلقاي أشكال وأنواع، حاجة اللي تحبيها راح تلقايها تما. صدقوني معرض ما شاء الله وشنو فيه الغاشي بزاف، ما قدرتش يعني ندير مقتطفات بزاف، حاولت برك نديكم معايا هكذا تشوفوا واش كاين فيه الداخل. هذه بعض الكتب اللي صورتها لكم، يعني اللي قدرت. كان غاشي بزاف، ازدحام كبير، حاولت يعني جبت روحي هكذا على جهه برك وشديت لكم مقتطفات. راكم تشوفوا لهنايا كاين كل كتاب تحبين تلقايه لهنايا، يعني الحاجه اللي تطلبيها راح تلقايها لهنايا. راكم تشوفوا كتب عديده. كاين هنايا هادو الصحاب اللي عندهم ولادهم راحين يتجوزوا ويحبوا يعاونوهم، ولا خصوهم كتب ولا حاجه تلقاهم. كاين تاني تاع الحلويات عجبوني بزاف، سواء كان الطبخ العصيمي ولا الحلويات الجزائريه، طبخ تاني مغربي، يعني كل طبخ راح تلقاي لهنايا. تاني كامليت كتب يعني متعدده عجبوني، يعني قعدت نشوف شويه كاين شرينا كاين ما شريناش، والناس يعني اقبال كبير بزاف على هذا المعرض. قلت لكم ما قدرتش نصور وهكذا ودرت لكم مقتطفات، شل الاول وغير عينيكم معايا. هامليك هذو هما الكتب اللي قدرت نصور. ازدحام كاين بزاف، بعد خرجنا يصبت بزاف الازدحام خرجنا وعجبتني لهنا برا هذه الخيمه شابه بزاف. راكم تشوفوا فيها لهنايا ناس الصحراء نحييهم كامل، والدقله تاعهم تاع الله دبس التمر تانيك، يعني حوايج بزاف كاين فيها هذه الخيمه، فيها ميم الشخشوخه، فيها حوايج بزاف. حنا هنايا حوسنا شينا شويه، يعني حوايج اللي عجبونا انا وكنت لهنا انا ومطفويا وختي بنتها، حوسنا شويه. عجبني لهنايا دبس التمر شريته لهنا. شفنا مين يطيبوا الشخشوخه البسكريه الدوباره تانيك، كاين حوايج بزاف لهنا الناس راهي ديمون بي وتاكل لهنا. طبس تاع الشخشوخه يدير 35000 هنا عفوا، كان ضرب لي واحد تليفون صورت غير بالمقلوب ومن بعد عاود خرجت، ما حبيتش الغاشي بزاف، ما نحبش انا وين يكون الازدحام بزاف. هذا المهرس تاع الزفيطي وحنايا يديروا البنت تاني. اون فوا كملنا من المعرض كان ارديس قريب شويه ليها غير باركينغ برك وتدخلي، رحنا ودخلنا وتاني كان اقبال كبير عليه من الغاشي، ما قدرتش يعني نشد مقتطفات. هنا داتني حبيت نشوف لهنايا ان كاميناز دالي، يعني كاين عجبوني ما عجبونيش. هنا وشنو ارديس هذا يسهل عليك الشراء، تلقاي كل حاجة لداخل، الحاجة اللي تطلبيها راح تلقايها لداخل، سواء كانوا أشياء تاع المطبخ، سواء كانت الكهرومنزلي، سواء كانت أشياء كهرومنزلية عفوا، يعني أشياء عديدة والصور راهي توضح كل حاجة. فيه تانيك الأكل، فيه الخضر، فيه أشياء عديدة، بصح ما حبيتش نصور، كان غاشي بزاف ما قدرتش. هذو المقتطفات اللي قدرت ندير لكم. ان شاء الله تكون عجبتكم، وفي الاخير دي سيدينا نعاودو نرجعو للدار الغاشي بزاف. وهنايا راح نوريكم المشتريات اللي شريتها.
اما فيما يخص المشتريات اللي شريت هاملك لهنايا يعني ماشي حوايج كبار كبار، شريت غير حوايج اللي كنت نحاس حقهم في الكوزينه داخل السياره. فيما يخص السياره شريت هادوما تقدروا تحطوهم قدامكم هكذا في الطوموبيل، من بعد تحلوا غير في هاد لابارتي وتجبدوا هذوك لي مشوار. شريت تانيك هاد الشيفون ميكروفيبر تاع الاتات هدايا سبيسيال للمبل باش نمسح الحطبك. شريت تانيك لهنايا بويطه تاع فرماج للدراري. شريت تانيك هاد المناديل تانيك خاصة يعني شريت الحوايج اللي يسحقهم ولادي بر هنا شوية تاع القارص هدايا كيما نقولو بابي ابسوربون تاع لاكويزين، قرعة تاع الريحة تانيك شريتها لبنيتها. وشريت تاني هاد الشيبسي موتو عليه لي بالحبق، على بالي بلي تقولوا لي مضر للصحة كل حاجة بالصح تموت عليه بنتي، على بها شريته لها. شريت تاني هاد الخبز فيسال تانيك حار تحبوا تموت عليه، ما غير نقولها مضر للصحة بصح تحبوا ما عندي ما نديرلها. ما تقدوش تشدوا ولادكم يعني كي تخرجوا يطلبوا اي حاجة وخطرة في الغرة هكذا نلبيو لهم الطالب. شريت هاد لي سورنينيير تانيك للاطفال الوان هاملك تكونوا تكتبوا لنا تخدموا بهم هاملك، شريت لهم الالوان يعني ماشي مشتريات كبار بزاف. درنا شويه كنا رحنا للمعرض تاع الكتاب قبل وهو راهم في اونفاس لي زدنا جزنا ضربنا طله، هادو هما المشتريات اللي شريتهم. هنا تاني نسيت هدايا المعطر عجبني بزاف بزاف يعني ولا ماي في بليسيتي عجبني برك معطر تاع الجو، تقدروا حشاكم هكذا ديروه في التواليت تاعكم في صال دو بان كل حاجه. هما وشنو هاملك تلقاي فيهم دو بواط يبيعوهم غير دو بواط ما يبيعولكمش بواطه وحده في ارديس، لقيتهم بلايص. وشنو عجبوني انايا في حانوت واحد برك لقيتها هذه وحده برك ب 28000، وهنايا في ارديس زوج هذوما لي بواط لقيتهم ب 26000 13000 في الوحده، عجبوني جبتهم. هكذا نحيو هاد لومبالاج اللي راهو فيه، راكو تشوفوا سقوني واحد المعطر هايل. ومن بعد واش ديروا عندكم لهنايا هاي ديك وين تلصق لابارتي اللي تحبوا تلصقوها، سواء نقول لكم في الحمام ولا حاجاكم في التواليت اكرمكم الله. ومن بعد تدوروا غير هكذا، شوفوا كي تدوروا هي رايحه تتحل كيما تحبوا تحلوها، تحبوا شويه تحبوا بزاف. شوفوا لهنا راكو تشوفوا لهنا الفتحه، ومن بعد لهنا تبدا تخرج الرائحه هذيك رائعه، صدقوني واحد الريحه ما شاء الله روعة عجبتني خير من هذيك اللي تريح كي شغل الكافور، هذه احسن منها. تحبوا تنقصوا تانيك غير بالعقل هكذايا، تحبوا تغرقوها ديفينيتيف كي تحبوا يعني ما ديروش الاخر تغرقوها وتخلوها. شرينا لهنا مصحف للوالده راكو تشوفوا فيها وليك بسم الله، مصحف تاع القران هاكو تشوفوا فيها وليك. شريت تانيك لقيت عندهم هدايا، شريت هدايا راكو تشوفوا فيه دبس التمر، وشرينا تانيك تمر مرحيه مليحه هكذا للصحه هايله هاي اللي راكم تشوفوا فيها ان شاء الله راهي واضحه الصوره هاي مكتوبه لهنايا للروينه تاع التمر هايله. تانيك هديه تخدم في الماء ولا تخدم بالحليب يعني كما قالنا هو للصحه روعه. شرينا لهنا تانيك بعض الكتب لهنايا بنت اختي عندها بنتها كاينه حد جوز بوربي كاينه حد جوز دار هنا في الخيمة يعني عجبونا شوية كتب هابلك هنا للمراجعة العلوم الفيزياء راكو تشوفو فيهم لهنايا هادية تانيك مراجعة تاع النهائي. شرينا تانيك هاد هنا بعض الكتب هادو هما المشتريات، نتوما تحبوا هاد المشتريات هاي ليك. شينا تانيك تاع العلوم والفيزياء السنة هنايا تاع البكالوريا ان شاء الله نتمنى لها التوفيق ان شاء الله يا ربي تفرحنا هاد العام. هاوليك تانيك الجزء الثاني تاعو والجزء الثالث يمشيو بالاجزاء لهنايا. وشرينا تانيك هدايا بنيتها صغيرة تقرا تانيك السنة الثانية، هادو هما المشتريات اللي شريت من المعرض اللي رحنا ليه تاع الكتاب. وكيما شفتو الغاشي عليه بزاف بزاف يعني ما قدرتش ندور بزاف، كنا مفرسين عاودنا رجعنا للدار
ان شاء الله لا فيديو تاع نهار اليوم يكون عجبكم. ما بقى لي غير نقول لكم كالعاده دمتم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو واحد اخر ان شاء الله.